فضائل بيت المقدس خاصة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فبيت المقدس وفلسطين هي مهجر أبينا إبراهيم ولوط عليهما الصلاة والسلام، وهذا تقدم بنا. وبيت المقدس والمسجد الأقصى ثاني مسجد بني على وجه الأرض، ولذلك سأل أبو ذر كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه قال يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد، يعني كل الأرض جعلت لنا مسجدا وطهورا، فإنما أدركتك الصلاة فصلي. وفي رواية فإنما أدركتك الصلاة فعندك سجودك وطهورك، يعني المكان الذي تسجد عليه والتراب الذي تتيمم به إن فقدت الماء أو عجزت عن استعماله مع وجوده. وقد اختلف أهل العلم في من بنى المسجد الحرام وفي من بنى كذلك المسجد الأقصى. فقيل هو آدم الذي بنى كلا من المسجدين أو كلا من المسجدين. والذي يترجح لدي أن آدم عليه السلام هو الذي وضع حجر الأساس للبيت الحرام، والذي رفع القواعد هو إبراهيم وإسماعيل. الذي وضع حجر الأساس آدم، والذي رفع القواعد إبراهيم وإسماعيل. ثم تعاقبت بعد ذلك مراحل بنيان البيت العتيق أي البيت الحرام. أما البيت الذي هو بيت الياء أو المسجد الأقصى فالذي بناه هو إبراهيم عليه السلام، ولذلك أنتم تعلمون أن إبراهيم رحل من أرض الحجاز إلى أرض العراق إلى أرض الشام، ولا يبعد أن يكون إبراهيم عليه السلام عاش حتى بنى المسجد الأقصى بعد بنائه للمسجد الحرام 40 عاما. هذا أمر ليس ببعيد، لم نقل بينهما 1000 عام أو 2000 أو 3، كان يبعد جدا أن نقول إن الذي بنى المسجدين هو إبراهيم، وإنما بين بناء المسجدين 40 عاما، وهذا أمر يقبل أن يكون الذي بنى ذلك هو إبراهيم عليه السلام. وهذا على أي حال مسألة خلاف بين أهل العلم، والترجيح فيها بالظن لا باليقين، وقيل غير ذلك بنى المسجد الأقصى. موسى عليه السلام يسأل ربه عند الموت أن يديه من الأرض المقدسة رمية بحجر. وأنتم تعلمون الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، الذي هو معروف بحديث فق عين ملك الموت. هذا الحديث لا يروق لكثير من العلمانيين والملاحدة وقصار النظر والجهلة من أبناء المسلمين. هذا الحديث شرحناه مرارا ورددنا على الملاحدة، وأنا لا أثير هذا الحديث بنصه، وإنما لو أني سردته بنصه يلزمني الرد لأنها شبهة عظيمة، وإنما أجتزئ من هذا الحديث وأحيل إلى ما رددت به على الملاحدة بشأن هذا الحديث في محاضرات سبقت هذه المحاضرة. أما الجزء الذي هو موطن الشاهد، لما اختار موسى عليه السلام الموت قال يا رب أبني من بيت المقدس رملة بحجر، قال النووي عليه رحمة الله وإنما لم يطلب موسى من ربه أن يقبض روحه في بيت المقدس مخافة أن يعبده الجهال، وإنما أراد أن يدفن في مكان لا يعرف فيه الناس بجوار البيت المقدس أو بجوار بيت المقدس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مررت بموسى ليلة أسر أبي وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر
ولو أني وأنتم سم أي هناك لأريتكم قبره. الشاهد من هذا الكلام أن موسى عليه السلام لما أتاه الموت أين كان؟ أين كان موسى في ذلك الوقت؟ كان في أرض سيناء، فأراد أو فطلب من ربه أن يحمله مقدار أن يرمي المرء الحجرة، أي في هذه السرعة، أو مقدار ما أن يرمي الرجل حجرا من بيت المقدس خارج هذا البيت. فحمل الله عز وجل موسى عليه السلام إلى هذا الموضع الكثيب الأحمر فقبض روحه هناك، وهذا يدل على شرف وفضل بلاد الشام، وأن أنبياء الله عز وجل معظم الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم وهم 25 نبيا معظمهم له اتصال وثيق بأرض الشام، معظمهم إما مات في أرض الشام وإما دعوته كانت في أرض الشام، معظم هؤلاء. فهي أرض الأنبياء ومثوى الشهداء وبركة السماء، عجيب هذه الأرض، لها فضل عظيم جدا. كاد الواحد منا إذا قرأ في فضلها أن يقول أين فضل مكة بجوارها وأين فضل المدينة بجوارها، لما لهذه الأرض من شرف وفضل عظيم. وقد وردت نصوص لا تكاد تقع تحت حفر في فضل هذه البلاد وشرف أهلها، يعني شيء عظيم يجعل الواحد يترك المحاضرة الآن وينطلق ولو على قدميه إلى هذه البلاد لشرفها وفضلها وعصمتها من الزلازل والفتن ووجود الأمن والإيمان بها في آخر الزمان، وأننا كدنا أن نكون في آخر الزمان. لا يبقى إلا العلامات الكبرى، لم يبقى من العلامات التي تسبق القيامة إلا العلامات الكبرى، وقد ظهرت الصغرى. يوشع بن نون فتى موسى أي صاحبه وليس غلاما له أو عبدا عنده، وهو نبي بني إسرائيل عليه السلام ونبأ العجيب، حدث الله تبارك وتعالى له الشمس عند فتحه للقدس، وهذا شيء عجيب وفضل عظيم. يقول الشاعر: أهذه القدس والأقصى يزينها مصر النبي أفيها ساجد عمر، أم أورشليم يهوذا بات يحكمها وهيكل الظلم في أحضانها نظر. ديار يعقوب عليه السلام هي أرض الشام، ديار فلسطين المباركة المطهرة كانت ديار يعقوب قبل هجرته إلى مصر، فقد كان مسكنه في نابلس. وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية إن المسجد الأقصى أسسه إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، وبالقدس كان ملك داود عليه السلام ومحرابه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كان داود أعبد البشر، أي في زمانه كان داود أعبد البشر. ولذلك لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وعنده من العمر 12 عاما ولازال طفل، لكنه شق على نفسه جدا في العبادة في قراءة القرآن والصيام وغير ذلك، فصار به النبي صلى الله عليه وسلم وسط العدل وقال: كيف تصوم؟ قال: أسرده سردا يا رسول الله، أصوم كل يوم. قال: صم 3 أيام من كل شهر. قال: أقوى على أكثر من ذلك. قال: صم الاثنين والخميس. صم حتى قاله: صم يوما وأفطر يوما، وهذا خير الصيام صيام أخي داود عليه السلام. إذا الذي كان يصوم أفضل صيام هو من؟ داود عليه السلام. فداود أعبد البشر كما قال عليه الصلاة والسلام. وملك سليمان ونبوة سليمان كانت في البيت المقدس، كانت في البيت المقدس. الذي أريد أن أدندن حوله في هذه القضية: ملك داود، ملك سليمان، اليهود لا علاقة لهم لا بداود ولا بمين ولا بسليمان، عشان ما يتحكوش بعد كده ويقولوا هيكل سليمان، هيكل سليمان، لا، لا علاقة لكم بسليمان ولا داود. وقصة الهيكل قصة مكذوبة
وأكذوبة يهودية. قال صلى الله عليه وسلم إن سليمان ابن داود لما بنى بيت المقدس، هذا نص صريح أن الذي بنى البيت هو من سليمان، لكنه ليس صريحا في أنه الذي وضع حجر مين الأساس. سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة، لما بنى البيت سأل الله تعالى ثلاثة خصال، سأل الله حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة، أي الصلاة في المسجد الأقصى، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. شوف دعوة سليمان عليه السلام، أنه دعا ربه أن من خرج من بيته يريد الصلاة في المسجد الأقصى أن يخرج من المسجد الأقصى وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انظروا إلى فضل هذا المسجد، إلى فضل هذا. كلنا يحرص على الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في المسجد النبوي، حتى ونحج البيت ونعتمر رجاء أن نخرج من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. ومع هذا فهذا الفضل ثابت لمين؟ للمسجد الأقصى. فلما نغفل عن ذلك؟ أرض فلسطين يا إخواني جزء لا يتجزأ من عقيدتنا، وأكد وأدندن على ذلك مرارا وتكرارا، جزء لا يتجزأ من عقيدتنا. مريم ابنة عمران وابنها عيسى عليه السلام ومحراب زكريا عليه السلام، كل ذلك كان في أرض فلسطين، كان في أرض فلسطين. فبالقدس عاش من اصطفاهم الله، عاش آل عمران الأبرار، عاشت أم مريم الخاشعة المتعبدة. قال الله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله يرزق من يشاء، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وعاش زكريا وملأ الدنيا عبادة وتضرعا ودعاء ومسارعة للخير على أرض فلسطين. الميلادان الفذان كان بفلسطين، ميلاد السيد الحصور يحيى عليه السلام هو الذي سماه الله تعالى يحيى، وميلاد عيسى بن مريم عليه السلام كل ذلك كان على أرض فلسطين. عن الحارث الأشعري قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل يعمل بهن، وأن عيسى بن مريم قال له إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم. عيسى يكلم من؟ يكلم يحيى، من ربنا أمرك أن تأمر بني إسرائيل بخمس، فإما أن تأمرهم متعجل وإما أن أمرهم أنا. قال إنك إن تسبقني بهن خشيت أن أعذب أو أن يخسف بي. قال فجمع الناس، أي يحيى بن زكريا جمع بني إسرائيل في بيت المقدس، وهذا الشاهد، جمعهم أين؟ في بيت المقدس، حتى امتلأ البيت عن آخره، وقعد الناس على الشرفات، فوعظهم يحيى ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل بنو إسرائيل اليوم، ويؤسفني أن أقول عن اليهود أنهم بنو إسرائيل لأنهم يهود لا علاقة لهم ببني إسرائيل، هؤلاء الذين آمنوا مع موسى عليه السلام ومع عيسى عليه السلام ومع جميع أنبياء بني إسرائيل، فهؤلاء هم المؤمنون حقا قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. أما وقد بعث الله نبينا فانقطعت كل الديانات عن أهلها، ولم يبقى إلا دين الإسلام، ودين الله تعالى واحد نزل من السماء وهو التوحيد ونبذ الشرك مع اختلاف الشرائع، كل حسب أمته التي نزل لأجلها وبسببها أو أرسل لها.
أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق يعني فضة قال هذه داري وهذا عملي فأعمل فأعمل وأدي إليه. فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيده. فأيكم يسر أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. مثل عظيم جدا، الذي خلقك ورزقك وسواك وعدلك هو الذي يستحق أن تعبده، هو الذي يستحق أن تعبده. لماذا؟ لأنه لا يملك الخلق ولا الرزق ولا الأمر ولا التدبير ولا شيء مما يلزمك في حياتك ومعادك إلا الله. فإذا كان الله تعالى هو الذي قال أو أخبر بذلك وأنه له الفضل والمنة سبحانه وتعالى، فلا بد أن تتوجه لعبادة له دون غيره. كما لو أنك اشتريت عبدا من خالص ماله وقلت له اعمل وأد إلي، فعمل وأدى إلى غيرك، هذا عبد ليس عبدا. ولذلك لو أشرك المرء مع الله إلها آخر فكان حقيقا وجديرا أن يدخله النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. قال وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن التفات المرء في صلاته إنما هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاته. وأمركم بالصيام وإن مثل ذلك مثل رجل معه صرة فيها مسك ومعه عصابة كلهم يعجبه أن يجد ريحها وإن الصيام أطيب عند الله من ريح مسك. وأمركم بالصدقة وإن مثل ذلك كمثل رجل أثره العدو وقاموا إليه فأوثقوا يده إلى عنقه ربطوها إلى عنقه فقال هل لكم أن أفدي نفسي منكم؟ قال فجعل يعطيهم القليل والكثير ليفك نفسه منهم. وأمركم بذكر الله كثيرا وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه أي خبأ نفسه فيه. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، إلا بذكر الله. هذه الكلمات التي أمر الله عز وجل يحيى أن يأمر بها من؟ بني إسرائيل. ومع هذا بني إسرائيل ومع هذا ما الذي حدث ليحيى بعد أن أمرهم؟ قاموا إلى يحيى في البيت الحرام في المسجد الأقصى فقتلوه. هم ذو اليهود، وهذا تاريخ اليهود الأسود. بعد أن يأمرهم النبي بوحي السماء إليه وإليهم أن قاموا إليه في البيت فقتلوه. تصور هل تفلح أمة تقتل نبي السماء؟ يمكن؟ وعلى ثرى فلسطين ذبح اليهود السيد الحصور يحيى عليه السلام، كما أنه على ثرى فلسطين كان ميلاد الفذ، الميلاد الفذ للمسيح ابن مريم عليه السلام. وأنتم تعلمون معاناة عيسى عليه السلام مع بني إسرائيل حتى مع النصارى. وخلي بالك اليهود زعموا انهم قتلوا عيسى ابن مريم، وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. هذه عقيدتنا، ان عيسى رفعه الله عز وجل اليه حيا وسينزل في اخر الزمان على النحو الذي سنذكره ان شاء الله تعالى في هذه الليلة. لكن النصارى أو طائفة منهم كثيرة يعتقدون أن اليهود هم الذين قتلوا عيسى ابن مريم وصلبوه، فليس بين اليهود والنصارى عمار قط، لأنهم يعتقدون أن اليهود قتلوا نبيهم. فما هو وجه الإلف هذا بين اليهود والنصارى في هذه الأيام؟ لأنهما يعتقدان أن العدو الأول الذي يجب التخلص منه من مين؟ لا مش المسلم، بس ليس المسلم، إنما هو من رفع راية التوحيد، أصحاب هذه الصحوة. اليهود على يقين أن ذل المسلمين
مغيبون ومغفلون ولا هدف لهم، يعيشون كالبهائم. اليهود يعلمون ذلك، ولذلك لم نجد هذه الحملة الشرسة من اليهود والنصارى في شرق الأرض وغربها إلا بعد أن كثر أصحاب اللحى وذوات النقاب، وسموه مرضا بالإرهابيين المتطرفين الأصوليين وغير هذه الأسماء التي هم أحق بها وأجدر. أما نحن فلا، نحن موحدون ملتزمون بشرع ربنا بغير إفراط ولا تفريط، بغير شفة ولا قصور، وهذا هو دين الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أما قبل ذلك أو بعد ذلك، أي قبل الوسط وبعده، فلا، إما قصور في جوانب العبادة والشرع، وإما شفة، وكلاهما مردود على صاحبه. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس عليه أمرنا نقصان أو زيادة، لأنه من البدع والمعاصي المهلكات في الأمة، وما هلكت فلسطين وما ذهبت فلسطين إلا بذهاب الإسلام من قلوب أبنائه، ما سقطت مقدساتنا إلا بسقوط الأمة، إلا بسقوط الأمة، ولا رجوع لهذه المقدسات إلا بأن ترجع الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى عودا حميدا إلى الإسلام شرعة ومن هذا. الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس وإمامته للأنبياء كان في بيت المقدس، والمعراج إلى السماء كان من بيت المقدس. إذن حلقات متصلة، ارتباط وثيق بين مكة المكرمة وبين المدينة النبوية وبين بيت المقدس وبين السماء الأولى والثانية حتى السابعة حتى سدرة المنتهى. هذه أشياء في حياتنا وفي دمائنا لا يمكن أن نفرط فيها أبدا أبدا. عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيتني في الحجر، أي في حجر الكعبة، وقريش تسألني عن مصراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، ما كنتش فاكرها كويس، كأنه يذكرها من بعيد. قال: فكربت لذلك كربة عظيمة. خاف النبي صلى الله عليه وسلم لما يجاوبش هؤلاء المشركين على أسئلته، فيقولوا خلاص يبقى أنت كذاب. قال: فرفعه الله إلي أنظر إليه. شوف ربنا يمجد عبده ورسوله بإيه؟ يأتي له بالمسجد الأقصى ويضعه بين يديه في مكة، والمشركين بيسألوه: انت مش بدون انك انت اسري بك الى بيت المقدس الليلة دي، وكمان عرج بك الى السماء السابعة، ورجعت تاني المسجد الاقصى، وركبت بعد كده البراق وجيت هنا مكة تاني، كل ده الليلة دي؟ طب هاتنا بقى يا عم، قولنا بقى اوصاف المسجد الاقصى ايه. لما سألوه السؤال ده كرب لذلك كربا عظيما، فنجده الله، رفع إليه المسجد الأقصى حتى نظر إليه، فيسألونه وينظر إلى البيت ويصفه لهم. أي كرامة وأي معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. معجزاته المادية يا إخواني لا تكاد تقع تحت حصر عليه الصلاة والسلام. قال: ما يسألون عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد، يعني أوصاف موسى كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني عليه الصلاة والسلام. إذن نبينا أشبه الناس من إبراهيم، أي بأبي إبراهيم عليه السلام. قال: فحانت الصلاة فأممتهم، أي تصلى بهم إماما، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. قال: فالتفت إليه فبدأني بالسلام، وفي رواية: فسلمت عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام
تسلم في ليلة الإسراء مفاتيح الشام ومفاتيح بيت المقدس من الأنبياء الذين صلى بهم. يعني تسلم مفاتيح الشام من إبراهيم عليه السلام، من سليمان، من يعقوب، من داود، الأنبياء الذين تعاقبوا على أرض الشام وكان لهم اتصال وثيق بالبيت المقدس. فتسلم النبي عليه الصلاة والسلام مفاتيح بيت المقدس من الأنبياء، وفي هذا إشارة أو إشارات متعددة، أولاها اعتراف من هؤلاء الأنبياء جميعا بأن صاحب الميراث الشرعي في هذه البلاد وفي هذا الحرم القدسي إنما هو النبي عليه الصلاة والسلام وأمته من بعده. إشارة إلى أننا أصحاب الميراث، مش اليهود الملاعين، لا، أمة محمد هي صاحبة الميراث الحقيقي في البيت المقدس والشام عموما. كما أنه اعتراف من هؤلاء الرسل جميعا بفضل ومنزلة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومكانته عند الله ومكانة أمته كذلك، وتسليم منهم أنه أفضل الخلق وأكرمهم على الله عز وجل. وفي اعتراف بختم النبوة والرسالة بنبوة ورسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فلا وحي بعده ولا نبي بعده. وكذلك دعوة هؤلاء الأنبياء لبني إسرائيل أن يدخلوا في دين محمد عليه الصلاة والسلام، فلا دين بعده، ودين محمد إنما هو ناسخ لجميع الشرائع السابقة ولجميع الكتب السابقة، وإن كان الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين حتم لازم على كل مسلم، لا يؤمن العبد إلا إذا آمن بجميع الأنبياء وجميع الكتب، ما ذكر منها وما لم يذكر، وما ذكر منهم وما لم يذكر على سبيل الإجمال قبل التحريف والتبديل. ومن كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، ومن كفر بكتاب واحد كفر بجميع الكتب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والملائكة والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أركان الإيمان ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، ولم يقل الكتاب، وكتبه ورسله، ولم يقل وأن تؤمن به، وإنما أن تؤمن بجميع الأنبياء. فمن قال أنا أؤمن بجميع الأنبياء عدا موسى أو عيسى فقد كفر بجميع الأنبياء حتى بمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم، ولذلك من الحجج المنطقية العقلية أن من آمن بجميع الأنبياء هو أحق بالميراث ممن كفر بنبي واحد، بنبي واحد، فنحن أحق الناس بأرض الشام وأرض فلسطين. لماذا؟ لأننا نؤمن بجميع الرسل والأنبياء، كما أننا نؤمن كذلك بجميع الكتب، فنحن أحق بالميراث من غيرنا. ومن هذه الإشارات كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو أول فاتح لبلاد المقدس، أول فاتح لبلاد المقدس، لكنه فتحها نظريا، ويبقى أن فتحها عمليا كان في زمن من؟ في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، للإيمان الكامل الذي استقر في قلب عمر أنه صاحب الميراث لأنه خليفة المؤمنين، خليفة الرسول عليه المؤمنين، أمير المؤمنين وخليفة الرسول عليه الصلاة والسلام وأمينها على هذه الأمة. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جهز صاحب الحق في أرض الشام بعد أن فتحها نظريا، اتخذ العدة العملية لفتح بلاد الشام وفتح المسجد الأقصى، ثم تعاقبت بعد ذلك الأجيال حتى فتح عمر واستقر الأمر لأهل الإيمان والتوحيد، حتى كان بيت الخلافة الأموية في الشام
وكان الأمر في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه في حقبته خاصة، وهذا في أواخر الخلافة الراشدة. كما أن أرض الشام فيها القبلة الأولى للمسلمين وهي بيت المقدس، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس وهو بالمدينة كم شهر؟ 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي النبي في المدينة إلى بيت المقدس، فهي القبلة الأولى لنبينا عليه الصلاة والسلام. وكان النبي يحب أن تتحول القبلة إلى مكة، حتى أنزل الله تبارك وتعالى الأمر بتحويل القبلة إلى البيت الحرام في مكة. وكان ما كان من المشركين الذين اتهموا واستهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام من باب السفه ومن باب الحمق والغفلة، في قول الله تعالى: سيقول السفهاء ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها إن خلوا يتحولوا عنها إلا لأنهم رجعوا عما كانوا عليه من إيمان. وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل هذا من باب الفتنة والابتلاء، لينظر الله تبارك وتعالى من آمن ومن انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة. وبيت المقدس هو أحد المساجد الثلاثة الذين تشد إليهم الرحال. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الريحان إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. مسجد إلياء، مسجد إلياء أي المسجد الأقصى. لا تشد الريحان، ولم يقل لا تشد الريحان إلا إلى مسجدين وقبري، وإنما قال لا تشد الريحان إلا إلى ثلاثة مساجد. ولذلك لا يشرع، بل شعبة من شعب الشرك، أن يقصد المرء زيارة المدينة لأجل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما زيارة قبره عليه الصلاة والسلام بآداب وأحكام الزيارة الشرعية إنما هو غرض تابع وليس أصيلا. وإنما الغرض الأصيل من زيارة بلد نبينا عليه الصلاة والسلام إنما هو زيارة مسجده وشد الرحال إليه، أي إلى المسجد، والصلاة فيه. وتأتي زيارة قبره بأدب ودعاء وصلاة وسلام عليه صلى الله عليه وسلم، والترضي عن صاحبيه أبي بكر وعمر وسائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، دون ما تلبس بشيء من شعب الشرك. بيت المقدس بشر النبي عليه الصلاة والسلام بفتح بلاد الشام وبيت المقدس. ولذلك عن البراء بن عازب قال: لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول، الفؤوس لا تؤثر في هذه الصخرة، فاشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءنا فأخذ المعول أي الفأس، فقال: بسم الله، فضربها ضربة فكسر ثلثها. النبي بطل عليه الصلاة والسلام كسر ثلثها، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، أي كأن الخريطة التي عليها صورة الشام كانت مخبأة تحت هذا الثلث، فلما كسر النبي الثلث ظهرت الشام. فقال النبي: الله أكبر، أعطيت مفاتيح مين؟ الشام. قال: والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، بلاد خميني، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض. ثم ضرب الثالثة وقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا الساعة. يعني شيء عجيب، وما يجيش إلا في غزوة الخندق، ما فيش حد يلاقي لقمة العيش. لقمة عيش يا رسول الله بتبشرنا بإيه؟ باليمن وفارس والشام، هنفتح ده كله وإحنا عمالين نبحث خندق مخافة المشركين؟ معقولة؟ لا، ده أكتر من كده كمان، أكتر من كده.
أكثر من كده إيه؟ عز وسلطان وتاج هؤلاء الملوك في هذه الأرض، أرض الروم وفارس، يأخذها بعض أصحاب النبي عليه السلام فيضعونها في أيديهم أو في رقابهم أو على رؤوسهم تيجانا يتذكرون بها ما كان في الأيام الخالية السالفة الماضية، أيام كان الواحد منهم يأكل الشجر، ورق الشجر، فقد سار وصار إلى ما بشر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمر هذه الفتوحات، من أمر هذه الفتوحات. عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بناء له، فسلمت عليه فقال: عوف؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ادخل. قلت: كل أو بعض يا رسول الله؟ يمزح مع النبي. قال: قلت: كل أو بعض؟ قال: كلك، ادخل كلك. فقال: اعدد عوف، عد وراي عوف، ستا بين يدي الساعة، ست علامات من علامات الساعة الكبرى، عد وراي عوف، أولاهن موتي عليه الصلاة والسلام. هو الذي قال: بيني وبين الساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى، لقربهما من بعض والتصاقهما ببعض، كأنه قال: بعد موتي الساعة، حتى وإن طال الزمان فكل ناظر إلى الغد قريب، أو فكل غد قريب. قال: فاستبكيت حتى جعل الرسول يسكتني. قال: قل إحدى، قل ورايا دي واحدة، والثانية فتح بيت المقدس. يبقى الذي بعد موت النبي إيه؟ فتح بيت المقدس. يبقى لما يجي عمر رضي الله عنه يقول له: يا أبو بكر، أنت شايف المرتدين اللي ارتدوا في المدينة؟ أنت شايف المرتدين اللي ارتدوا في المدينة؟ فرجع جيش أسامة ده نستغله في محاربة المرتدين. أبو بكر رضي الله عنه ببعد نظره الذي علم من النبي عليه الصلاة والسلام أن بعد الموت إيه؟ فتح بيت المقدس، وأن النبي هو الذي جهز، هو الذي جهز جيش أسامة، قال: والله ما كنت أحل لواء عقده النبي عليه الصلاة والسلام، وهو على يقين من ربه أن الله تعالى سيفتح على أسامة، لأن هذه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ما كان من فتح بلاد الشام ورجوع المرتدين على أنكاسهم. قال: قل اثنين. فقلت اثنين. قال: الثالثة فتنة تكون في أمتي، وعظمها النبي جدا، عظم شأنها جدا. قال: والرابعة موتان يقع في أمتي، يأخذهم كعقاص الغنم، داء ينشأ في الغنم إذا نشأ فيها أخذها حتى استأصلها. والخامسة يفيض المال فيكم فيضا حتى إن الرجل ليعطى المئة دينار فيظل يسخطها. مئة دينار ذهب، الدينار بمئتين جنيه دلوقتي، يعني كام كده تقريبا؟ كام؟ يبقى مئة دينار في مئتين ما شاء الله. لو كمان ايه يقول له: يا ابني خد مئة دينار ذهب. يقول له: مش عايز. ايه مئة دينار يعني؟ ايه مئة دينار؟ تلاقيك انت قاعد دلوقتي تقول ايه؟ احنا فين والايام دي فين؟ يا ريتها تعجل. لا، ده اذا عجلت فالساعة فيها، والفتنة فيها، والنجاة في بلاد الشام. قال: قل خمسا. والثالثة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، وبين بني الأصفر الروم، يسيرون إليكم على 80 راية، تحت كل راية 12,000. يبقى 12 في 80 بكم؟ 960,000، يعني حوالي 1,000,000 جندي. مليون؟ للنزال بقى، للنزال. فسطة المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق. يبقى دي أرض الملحمة ولا لا؟ أرض الملحمة
في أرض الغوطة بجوار دمشق. وعن معاذ بن جبل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ست من أشراط الساعة: موتي وفتح بيت المقدس، وموت يأخذ الناس كعقاص الغنم، وفتنة يدخل حرها بيت كل مسلم، وأن يعطى رجل 1000 دينار فيتسخطها، وأن تغدر الروم. أن تغدر مين؟ الروم يعني النصارى. العجيب أن الحرب الملحمة الكبرى دي اللي يحصل فيها إيه؟ أن فيها عدو للروم وللمسلمين في آن واحد، لا يقوى عليه المسلم ولا يقوى عليه الروم، فيعقد المسلمون وبنو الأصفر هدنة بينهم، ممنوع الحرب بين المسلمين وبين الروم، والروم يشملون اليهود والنصارى، فتقوم الحرب بين معسكر الإمام واليهود والنصارى وهم بين الأصفر فريق، وبين العدو المشترك الذي لم تبين النصوص من هو. حتى إذا انتصر هذا المعسكر الأول وتخلصوا من عدوهم الذي لم يظهر في النص وقد اختلفت فيه الأقوال والكتابات والأفهام، انقض بنو الأصفر الروم من اليهود والنصارى فقاموا العهد وانقلبوا على المسلمين، حينئذ تقوم الملحمة الكبرى. وهذا الترتيب الذي كنت أريد أن أسوقه لولا أني أجلته إلى هنا. قال: وفتنة يدخل حرها بيت كل مسلم، وأن يعطى رجل 1000 دينار فيتسخطها، وأن تغدر الروم فيسيرون في 80 بندا تحت كل بند 12,000، ولكن الله تعالى يكتب النصر لأهل الإيمان. وعن سفيان بن أبي الزهير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح اليمن فيأتي قوم يبثون، ومعنى يبثون يعني يسيرون في شدة وعنف، فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأبى قوم أو فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعملون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله استقبل بي الشام، استقبل أي جعل وجهي قبالة الشام، وولى ظهري اليمن، وقال لي: يا محمد، إني جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقا، أي في الشام غنيمة ورزقا، وما خلف ظهرك مددا، ولا يزال الله يزيد. قال أو قال: يعز الإسلام وأهله وينقص الشرك وأهله. بشارة عظيمة جدا، لا يزال الله تعالى يزيد في أهل الإيمان وينقص في أهل مين؟ الشرك والكفر والطغيان، حتى يصير الراكب بين كذا يعني البحرين لا يخشى إلا جورا، ولا يبلغن هذا الأمر مبلغ الليل. أين يبلغ الليل؟ أين يبلغ الليل؟ يبلغ كل مكان على وجه الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبشر أن هذا الدين سيدخل في كل بيت حضر أو مدر أو وبر، يدخل في المدن والقرى والبوادي، لابد أن يسمع به كل أحد، كل أحد يدخل ويظهر بعز عزيز يعز الله تعالى به الإسلام وأهله، أو بذل دليل يذل الله تعالى به الكفر وأهله. وإن رغمت أنوف، وإن رغمت أنوف، أما السلام فلا، ولا يكون ذلك إلا على أيدي طائفة مؤمنة، طائفة مؤمنة في شرق الأرض وغربها، ذلهم يكون في أرض الشام، لهم صفات وعلامات وأنارات، كما أن هناك ملاحم وأحداث ومسرحيات تكون على أرض الشام. هذه السلة المؤمنة بأوصافها وأماراتها وعلاماتها وجهادها الطويل، وهذه الأحداث والمسرحيات التي تكون على أرض الشام في آخر الزمان.